أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا.
ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها إن
والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وإذ تقول للذي عليك زوجك واتق الله أمسك عليك زوجك واتق الله كما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون
لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. وكان أمر الله مفعولا. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي وكان بالمؤمنين رحيما.
تحيتهم يوم يلقونه سلام أجورهن وما
وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وهبت نفسها للنبي وامرأة مؤمنة وهبت نفسها قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما ولقد